ازيك يا اولى ثانوي، انا ميس ماي. النهارده هنتكلم على توبيك جديد، لسون جديد اسمه الكيميكال رياكشنز ان ليفينج اورجانيزمز بودي او بوديز. يعني ايه الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل في الليفينج اورجانيزمز؟ الكيميكال رياكشنز اللي هنتكلم عنها هي حاجه اسمها الميتابوليزم. طب عشان نفهم الميتابوليزم لازم نعرف انواعها ايه. ميتابوليزم دي نوع من انواع البايو كيميكال رياكشنز. بايو كيميكال رياكشنز يعني كيميكال رياكشنز اللي بتحصل في الليفينج اورجانيزم، تمام، في جسم او البادي بتاع ليفينج اورجانيزم. من غير الميتابوليزم، من غير البايوكيميكال رياكشنز دي، الاورجانيزم ده هيموت، تمام. ليه؟ لان الكيميكال او البايوكيميكال رياكشنز دي مهمه جدا علشان الانسان او الاورجانيزم ده يعرف يعيش اصلا، تمام. طب تعالوا نعرف كده ايه هما الرياكشنز المهمين بتوع الميتابوليزم. نوع بكسر فيه مولكيولز، خلاص مولكيول كبيره وبكسر فيها، ده بسميه كاتابوليزم. ونوع تاني العكس اسمه انابوليزم، يعني بجيب مولكيولز صغيره اللي هي المونيمرز في وجود الانرجي، خلاص هما الاثنين مع بعض، المولكيولز الصغيره مع الانرجي يطلع لي مولكيول كبيره، تمام، ماكرو مولكيول. مولكيول كبيره اللي هي ماكرو مولكيول اللي هي البوليمر. طيب تعالوا نتكلم على النوع الاول اللي احنا بنكسر فيه. كلمه اكسر فيه تكسير يعني كاتابوليزم، يبقى ده النوع الاول اللي هو اسمه ايه؟ اسمه الكاتابوليزم. كاتابوليزم معناها بريك داون، بريك داون اوف ايه؟ اوف لارج مولكيول، خلاص اللي هي دي الماكرو مولكيول. لارج مولكيول اللي هي ماكرو مولكيول اللي هي البوليمر زي ما اتفقنا. طيب عشان احولها لايه؟ احولها لسمولر يونتس، يونتس صغيره اللي هي المونيمرز. ومين كمان هيخرج معانا؟ انرجي. طب الانرجي اللي بتخرج دي بسميها كيميكال انرجي، بسميها ايه؟ كيميكال انرجي. الكيميكال انرجي دي اللي هي مين؟ اللي هي الاي تي بي، تمام. طب مين الاكزامبل بتاع الكاتابوليزم عندنا في جسمنا؟ حاجه اسمها السيلولار ريسبيريشن، مش الريسبيريشن العادي اللي احنا ريسبيريشن لوحدها معناها ان هي ان احنا بنتنفس، لكن السيلولار ريسبيريشن معناها ايه بقى؟ دي معناها البريك داون اوف جلوكوز مولكيول، خلاص، ان ذا بريزنس اوف اكسجين، يعني في وجود الاكسجين، خلاص، عشان تطلع علينا مين؟ عشان تطلع علينا كيميكال كومباوند اللي احنا لسه قايلين عليه اللي هو مين؟ اللي هو الاي تي بي مولكيول، تمام. ده كده اسمها ايه دي البروسيس دي؟ اسمها الكاتابوليزم، تمام. طيب لو جينا بصينا كده على بروسيس تانية، البروسيس التانية دي اللي اسمها الدايجشن. هل الدايجشن ده يعتبر كاتابوليزم؟ الحقيقة ان لا. كلمة digestion يعني احنا بنكسر الاكل جوه ال digestive system. طب هل ال digestion ده يعتبر كاتابوليزم؟ طب ما هو الكاتابوليزم معناها ان انا بكسر، صح؟ بس الحقيقة ال digestion ما يعتبرش كاتابوليزم خالص بكل انواعه. ليه بقى؟ الاول احنا نفهم ال digestion يعني ايه. انا عندي نوعين من ال digestion، حاجة اسمها ميكانيكال او فيزيكال، يعني انا الاكل بكسره بسناني، خلاص، لبارتكلز اصغر، تمام، ادي دي كسرته البارتكلز، دي اسمها ميكانيكال دايجشن. في نوع تاني من الدايجشن اسمه كيميكال دايجشن. كيميكال دايجشن بقى اللي هو في وجود الانزيمز هيبدا، هنتكلم كمان شويه على الانزيمز، هنبدا نكسر الماكرو مولكيول اللي هي المولكيول الكبيره دي في وجود الانزيم والووتر طبعا الى مولكيولز صغيره. طب هل دي تعتبر كاتابوليزم؟ لا. ليه؟ لسبب واحد مهم جدا، ان الانرجي اللي بتخرج من الكيميكال دايجشن الانرجي بتبقى هيت انرجي، واحنا اتفقنا من شويه ان الانرجي اللي بتخرج من كاتابوليزم كانت كيميكال ولا كانت ولا يعني كانت كيميكال انرجي ولا كانت ثيرمال انرجي؟ كانت كيميكال اللي بسميناها الاي تي بي، لكن في حاله الدايجشن الانرجي اللي بتخرج دي بسميها الثيرمال انرجي. ثيرمال انرجي يعني حراره، يبقى الثيرمال انرجي دي ما تعتبرش، يبقى هتخليني ما اعتبرش الدايجشن ايه، هتخليني ما اعتبرهوش كاتابوليزم. يبقى ليه ما اقدرش اعتبر ان دي كاتابوليزم؟ اول حاجه لان الانرجي اللي بتخرج دي ثيرمال انرجي، خلاص، حراره، هيت. احنا اتفقنا كاتابوليزم احنا بنخرج كيميكال انرجي، ده اول سبب، تمام. طيب تاني سبب بقى وهو برضو سبب مهم اللي هو ايه؟ ان انا علشان اكسر خلاص الاكل ده محتاجه اصلا انرجي، تمام، يعني انا بحتاج انرجي، ولما باجي اخرج بخرج ثيرمال انرجي. يبقى علشان كده ما اقدرش اعتبر الدايجشن ايه؟ كاتابوليزم. ما اقدرش اعتبره حاجه كاتابوليزم لسببين. اول حاجه الانرجي اللي بتخرج ثيرمال انرجي مش كيميكال، واحنا اتفقنا عشان اعتبرها كاتابوليزم لازم الكيميكال الانرجي اللي تخرج لازم تكون كيميكال اللي هي الاي تي بي. وتاني سبب ان الدايجشن ماله، ان الدايجشن ده بيحتاج انرجي اصلا عشان اكسر، مش بيخرج انرجي، ده بيحتاج اصلا انرجي، تمام كده.
نيجي بقى للبروسيس اللي عكسها اللي اسمها الانابوليزم. انابوليزم يعني انا بعمل العكس، باخد المولكيولز الصغيره اللي انا كسرتها مع الانرجي عشان تطلعني مولكيول كبيره، دي بسميها الانابوليزم. تمام، انابوليزم يعني احنا بنبني مولكيولز صغيره دي مع الانرجي تطلعني مولكيول كبيره، يبقى دي process of building ان انا ببني بيها. طب ليه بنعملها؟ علشان نعمل growth. growth يعني الانسان ده يكبر، صح؟ زي ما كاني باخد امينو اسيدز وامينو اسيدز وامينو اسيدز اجمعهم مع بعض يطلع لي بروتين، والبروتين ده اقدر ابني بيه ماسل، اقدر ابني بيه الهير، اقدر ابني بيه النيلز، دي growth، نكبر. طب في حاجه كمان storage. storage يعني ايه؟ يعني نخزن فيها، زي ما يكون عندنا في جسمنا excess glucose يعني جلوكوز زياده، هل هنتخلص منه؟ لا، الجسم هيحافظ او هيحوشه، هيعمل ستارج ان هو ياخد جلوكوز مولكيولز الكتير دي يحولها الى حاجه اسمها جلايكوجين. الجلايكوجين دي لما بنيجي نعمل له ستارج في جسمنا احنا كهيومن او انيمالز، يا اما الليفر، يعني الليفر والماسلز، خلاص يعني الليفر وكمان العضلات، ده لو احنا هيومن. طب بالنسبه للبلانت، البلانت برضو الاكسس جلوكوز بتاعه بيخزنه، بس في شكل ايه بقى؟ في شكل ستارش. تمام، طب لما بيجي يعمل له ستارج ايه الاورجانيل اللي بيحطوا فيه الستارش؟ حاجه اسمها كلوروبلاست. حاجه اسمها الايه؟ كلوروبلاست. الكلوروبلاست ده اللي فاكرين لو كنا قلنا ان احنا هي اورجانيزم لونه جرين، خلاص، وده اللي هو بنسميه او ليه اسم تاني اسمه جرين بلاستيد، اسم التاني ليه جرين بلاستيد، خلاص. يبقى ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للميتابوليزم. ميتابوليزم عندي منه نوعين، نوع بكسر فيه اللي بسميه الكاتابوليزم، والاكزامبل بتاعه سيلولار ريسبيريشن، والنوع التاني اسمه الانابوليزم. الانابوليزم ده بنبني فيه عشان فور جروث او فور ستورج، وده اللي بنخزن فيه الجلوكوز، او الجلوكوز ده في الهيومن والستارش في البلانتس، او بنبني بيه ماسلز زي البروتين. تمام، يبقى ده كده بالنسبه للتو بروسيسز اللي عكس بعض. يبقى ايه الفانكشن او الامبورتنس اوف ميتابوليزم؟ ان احنا نجرو يبقى دي انابوليزم، خلاص، او ان احنا نوبتين انرجي يبقى دي مين؟ يبقى دي كاتابوليزم. تمام، ونفتكر برضو ان السيلولار ريسبيريشن دي من الحاجات اللي بتحصل فين؟ بتحصل في الميتوكوندريا، خلاص، يعني في الميتوكوندريا الجلوكوز بيبقى موجود، في وجود الاكسجين يتحول الى الاي تي بي مولكيولز. تمام، يبقى لو جينا قارنا الانابوليزم بالكاتابوليزم هنلاقي شكلهم عامل ازاي بقى؟ هنلاقي ان الانابوليزم عبارة عن مولكيولز في وجود الانرجي هحولها الى ماكرو مولكيول، لكن العكس في الكاتابوليزم، ماكرو مولكيول كبيرة بكسرها وطلع معها انرجي. تمام، طب سواء الانابوليزم او الكاتابوليزم هما الاثنين محتاجين حاجه اسمها اكتيفيشن انرجي. اكتيفيشن انرجي هي الانرجي اللي محتاجاها اي كيميكال رياكشن عشان تبدا. تمام، اسمها اكتيفيشن انرجي، بس السيل بتحتاج كميه اكتيفيشن انرجي عاليه جدا. عشان نقلل من كميه الاكتيفيشن انرجي اللي محتاجينها دي بيكون في حاجه اسمها الانزيمز. يبقى لو جينا اتكلمنا على الفانكشن بتاعت الانزيمز هنقول ان هما حاجتين. اول حاجه ان هي بتقلل من كميه الاكتيفيشن انرجي اللي احنا محتاجينها دي، عشان ما اضطرش احتاج كميه اكتيفيشن انرجي عاليه، فبحتاج انزيمز عشان تقلل من الاكتيفيشن انرجي اللي احنا محتاجينها عشان الكيميكال رياكشن تكمل. حاجه كمان، الانزيمز بتاكتيفيت او بتكاتالايز الكيميكال رياكشن. يعني ايه بتكاتالايز؟ يعني بتفاستن، بتسرع الكيميكال رياكشن. ما دام بتسرع الكيميكال رياكشن يبقى الكيميكال رياكشن هيحصل في وقت اقصر من اللي محتاجينه لو احنا هنمشي باكتيفيشن انرجي لوحدها. الكيميكال رياكشن كده كده هتحتاج اكتيفيشن انرجي. طب لو عملنا كيميكال رياكشن من غير انزيم هنلاقيها احتاجت كمية اكتيفيشن انرجي عالية جدا زي الكيرف اللي لونه بلو ده، لكن لو عملنا كيميكال رياكشن في وجود الانزيم هنلاقيها زي الرد كيرف ده اللي احتاجت كمية اكتيفيشن انرجي اقل من الكيرف البلو. طب الانزيم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيولوجيكال كاتاليست. كلمة كاتاليست يعني حاجة بتسرع الكيميكال رياكشن، بتفاستن كيميكال رياكشن. عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين مولكيولز.
تمام؟ يعني هو عبارة عن large number of amino acids. Amino acids يعني هو بروتين that form one polypeptide chain or more. يبقى كده فهمنا ان الانزيم بيساعد الكيميكال رياكشن انها تحصل بسرعة. اوكي طيب نتكلم دلوقتي على ال properties of enzymes. ايه صفات الانزيم؟ اول حاجة ان هو بيأكت as a chemical catalyst. اوكي catalyst اتفقنا ان هو حاجة بتسرع reaction without being affected or consumed. يعني هو ما بيتأثرش بالكيميكال رياكشن، مجرد ان هو يعمل التاسك بتاعه من غير ما يتأثر، لا يأثر في الفود سبستريت ان هو يغير من شكلها وبيكسرها بس، ولا هو شخصيا يتكسر. اوكي طيب enzymes are specific. يعني ايه كلمة specific؟ يعني الانزيم اللي بيكسر الكربوهيدرات غير الانزيمز اللي بيكسر البروتينز، غير الانزيمز اللي بيكسر اللابيدز مثلا. خلاص كل انزيم ليه حاجه بيكسرها. تمام طيب كلمه سبستريت يعني ايه؟ سبستريت هي الفود مولكيول، الحاجه اللي احنا هنكسرها. اوكي اللي عندكم هنا في الدايجرام اللي هي البارتيكل اللي لونها بلو، هي دي سبستريت، هي الفود مولكيول، الحاجه اللي احنا عايزين نكسرها. طيب ايه كمان؟ الانزيمز reduce the activation energy زي ما اتفقنا من شويه، بتقلل من كميه الاكتيفيشن انرجي اللي احنا محتاجينها. كده كده هنحتاج اكتيفيشن انرجي، بس هي بتقلل من الكميه اللي احنا محتاجينها. اخر حاجه الانزيمز ار افكتد باي تو فاكتورز، اول حاجه بالبي اتش، تاني حاجه بالتمبريتشر، وهنتكلم عنهم دلوقتي. اوكي عايزين بس نشرح الدايجرام ده. الانزيم هيمسك مع السبستريت، في جزء في الانزيم اللي بسميه ال active surface اللي هو ده، خلاص اللي احنا اللي انا علمته بالجرين ده، هيمسك فيه السبستريت يطلع حاجه اسمها intermediate compound اللي هو كانه هما الاثنين ماسكين في بعض. اوكي بعد كده بعد ما في الاخر خالص بيكسروا الانزيم الى بيكسر الفود بارتكل او السبستريت الى تو بارتس. بس واخدين بالكم ان الرياكشن دي ريفرسيبل، يعني في سام انزيمز تقدر تمشي كمان الرياكشن بالعكس، يعني تجمع التو بارتس اللي هي كسرتهم تو السبستريت وترجعهم تاني الى ماكرو مولكيول. لو مشينا بالعكس، يعني لو مشينا بالعكس يعني خدنا البارتكلز المتكسره دي خلاص وجمعناها مع بعض لغايه ما بقت بارتكل كبيره، دي انابوليزم. لكن لو البارتكل الكبيره دي مشينا في الاتجاه ده في الدايركشن ده وكسرناها، دي كاتابوليزم. تمام طب لما بنيجي نبني، يعني انا عندي بارتكلز صغيره اهي وهجمعها مع بعض عشان اكون بارتكل كبيره، انا ببني ببيلد، دي تعتبر بوليمرايزيشن. يعني لو مشينا في الاتجاه ده من بارتكلز صغيره تمام رايحين نبني بيها بارتكل كبيره، دي بوليمرايزيشن. بوليمرايزيشن يبقى انا اقدر افهم من البوليمرايزيشن نوع من انواع الكاتابوليزم والانابوليزم، انا ببني يبقى انابوليزم. تمام يبقى دي كده بالنسبه للسهم او الارو رايح وراجع، الجزء اللي رايح خلاص ده اللي هو الكاتابوليزم، انا بكسر، ولو راجع يعني انا ببني يبقى دي انابوليزم، ودي بسميها البوليمرايزيشن رياكشن. تمام عايزين بس نشرح الدايجرام ده. الانزيم هيمسك مع السبستريت، في جزء في الانزيم اللي بسميه ال active surface اللي هو ده. نتكلم على ال factors that affect the speed of enzyme action. اول حاجة ال temperature، ايه الحاجات اللي بتأثر على سرعة الانزيم action، هيبقى الافكت بتاعه سريع ولا بطيء. اول حاجة ال temperature، اوكي درجة الحرارة. تاني حاجة ال pH، pH يعني الميديم اللي حواليه، هل هو acid ولا base. اوكي الانزيم concentration يعني هل تركيز الانزيم ده في الرياكشن عالي ولا قليل. السبستريت concentration هل تركيز الفود substances عالية ولا قليلة. الانهيبيتورز، مين الانهيبيتور دول؟ to inhibit means to stop the action of something، يعني نوقف الإفكت بتاع الإنزيم، لو في inhibitor خلاص هيمنع الإفكت of the enzyme، هيوقفه. طب خلينا نتفق على حاجة، لو كان الإنزيم action كان عالي معناها إن الرياكشن ريت يعني سرعة الرياكشن هتبقى عالية،
يعني لو الانزيم اكشن كان عالي جدا معناها ان الرياكشن هتحصل بسرعة جدا. طيب نتكلم على اول فاكتور اللي هو التمبريتشر. ايه تأثير التمبريتشر على الانزيم؟ طيب اي انزيم في الدنيا عنده حاجة اسمها optimum temperature اللي هي احسن temperature بيستغل فيها باعلى activity. يعني الانزيم activity عند التمبريتشر دي خلاص اللي هي نقول مثلا 40 او 37 هي احسن activity ليه. اوكي طب لو قلينا بالتمبريتشر يعني 30 مثلا او 20 لا هنلاقي الاكتيفيتي بتاعه بيقل. طب لو زودنا بقى لو مثلا وصلنا عند تمبريتشر 50 هنلاقي الاكتيفيتي قل. اوكي لو قللنا لو زودنا التمبريتشر عند 60 هنلاقي الانزيم اكتيفيتي قل جدا صح. يبقى في عندي تمبريتشر بسميها الاوبتيمم تمبريتشر وفي تمبريتشر تانية اللي بسميها المينيمم تمبريتشر. المينيمم تمبريتشر دي هي اقل تمبريتشر الانزيم فيها لسه هيبدا الاكتيفيتي بتاعته اللي هي المينيمم تمبريتشر اللي احنا مشاورين عليها بالبلو بوينت دي. طب ايه بقى التمبريتشر اللي هي اعلى تمبريتشر الانزيم برضو عندها الاكتيفيتي بتاعته قليله اللي هي بالنسبه للانزيم ده عند نقول مثلا 65. تمام يبقى في مينيمم تمبريتشر. عايزين بقى نفرق ما بين المينيمم تمبريتشر و التمبريتشر ات ويتش الرياكشن ستوبس. هما الاثنين سواء المينيمم تمبريتشر او التمبريتشر ات ويتش الانزيم ستوبس عندهم الاكتيفيتي قليله جدا بس في فرق ما بينهم خطير جدا. هو ايه؟ الناس اللي بتشتغل في المعامل لما بيشتغلوا بانزيم بيحطوه في تمبريتشر قليله جدا ممكن زيرو او اقل من زيرو بالنيجاتيف. طب ليه مش بيحطوه درجه حراره عاليه مثلا 40 ولا 50 ولا وات ايفر؟ ليه بيحطوا الانزيم في تمبريتشر قليله؟ عشان الانزيم لما بيتحط في تمبريتشر قليله اقل من الاوبتيمم تمبريتشر بتاعته اوكي بنقدر نعمل له ري اكتيفيشن يعني بيقدر نعلي درجه حرارته ويبقى اكتف عادي جدا. لكن العكس ما ينفعش. يعني ما ينفعش احط انزيم في درجه حراره اعلى من الاوبتيمم اللي هو هنا مثلا في الاكزامبل بتاعنا 60 وبعد كده ارجع اقلل التمبريتشر للدرجه اللي هو بيشتغل فيها عند الاوبتيمم واقول كده هيشتغل. لا في الحاله اللي انا احطه في المينيمم تمبريتشر وارجع اعلي درجه الحراره هو هيحصل له ري اكتيفيشن. لكن درجه حراره اعلى من اللي بيستحملها واقول هعمل له ري اكتيفيشن لا مش هيحصل له ري اكتيفيشن. ليه؟ لان الانزيم ده عباره عن بروتين والبروتين لو حطيته في درجه حراره اعلى من اللي يستحملها اللي هي الاوبتيمم تمبريتشر لو حطيته في اعلى من الاوبتيمم تمبريتشر ساعتها مش هيرجع للشكل الطبيعي بتاعه لانه هيحصل له حاجه اسمها ديناتيريشن. ديناتيريشن يعني شكل البروتين هيتغير. اوكي يبقى علشان اعمل ستورج لحاجه فيها انزيم خلاص عشان الانزيم ده بروتين لازم احطه في حاجه التمبريتشر بتاعتها قليله خلاص زيرو او اقل. لكن ما ينفعش ان انا احطه في تمبريتشر عاليه لان لو حطيته في تمبريتشر قليله اللي هي عند المينيمم تمبريتشر ساعتها اقدر اعمل له ري اكتيفيشن ويرجع يشتغل عند الاوبتيمم تمبريتشر بتاعته. لكن لو حطيته في درجه حراره عاليه اعلى من الاوبتيمم تمبريتشر بتاعته ساعتها لما هاجي اعمل له ري اكتيفيشن مش هينفع مش هيبقى اكتف اصلا. ليه؟ لان هيكون حصل له ديناتيريشن يعني شكله اتغير. دي يعني تشينج ان النيتشر بتاعته هتتغير. الانزيمز اللي في جسمنا الاوبتيمم تمبريتشر بتاعتها هي درجه حرارتنا اللي هي كام؟ 37 ديجري سلسيوس خلاص. طيب في حاجه اسمها بقى الثيرمال رينج. يعني ايه ثيرمال رينج؟ يعني درجه الحراره starting من المينيمم تمبريتشر لغايه التمبريتشر ات ويتش الانزيم اكتيفيتي او الرياكشن ستوبس. دي اللي اسمها الثيرمال رينج من اقل تمبريتشر لاعلى تمبريتشر الانزيم بعد كده هيحصل له ديناتيريشن او هيستوب الرياكشن. يعني لو جينا قررنا التو انزيمز دول انزيم A وانزيم B اوكي هنلاقي ان هما الاثنين زي بعض في المينيمم تمبريتشر وزي بعض كمان في مين؟ زي بعض في التمبريتشر ات ويتش الانزيم ستوبس انزيم اكتيفيتي ستوبس. مختلفين عن بعض في مين؟ مختلفين عن بعض في الاوبتيمم تمبريتشر. طب يبقى الثيرمال رينج بتاعهم هيبقى زي بعض ولا لا؟ هيبقى زي بعض. ليه؟ لان الثيرمال رينج بيبدا من المينيمم
وينتهي بال temperature at which the enzyme stops. هما الاثنين المينيمم بتاعهم زي بعض 1616، والانزيم والتمبرتشر ات ويتش الانزيم ستوبس زي بعض اللي هي 55 55. فبالتالي الثيرمال رينج بتاعهم هما الاثنين زي بعض from 16 to 55. نتكلم على تاني فاكتور بيأثر على الانزيم اكتيفيتي، هو ال pH. ال pH هي بالنسبة لنا ايه؟ ان احنا نقول على الحاجة دي اسيدك او الكلاين او بيز يعني. طيب الحاجات الاسيدك بتطلع بسرعة في السوليوشن بسهولة ال H البروتونز اللي هي الهيدروجين بروتون يعني، اوكي. عكسها بقى الالكالي، الالكالي بيطلع ال OH، اوكي، نيجاتيف. طب الحاجات الاسيدك والالكالاين في النص في حاجة اسمها نيوترال، قسمناهم على سكيل اللي بنسميه ال pH سكيل. الاسيدك بيبدأ من 1 لغاية قبل ال 7، والالكالين بيبدأ من بعد السفن لغاية 14 اللي بنسميه البيز أو الالكالين، خلاص. طب واخدين بالكم من اللي احنا كاتبينه فوق الأسيدك حاجات أو الإكزامبلز؟ حاجة اسمها جاستريك أسيد. الجاستريك أسيد ده بيخرج من الاستومك، استومك دي جزء من الدايجستيف سيستم، بتطلع انزيم بيشتغل في الأسيدك ميديوم. طب برضو نقدر نرسم هنا بعد السفن الانتستين كمان، الانتستين هي كمان بتشتغل في الكالاين ميديوم، خلاص. طب في حاجة قريبة من نيوترال اللي هي الأورال كافيتي. عشان نفهم ليه الإنزيم بيتأثر بالـ pH، لو نفتكر شكل الأمينو أسيد كان فيه جزئين، جزء بنسميه الأسيدك اللي هي الكربوكسيل، والجزء التاني اللي هو الأمينو اللي احنا بنقول عليه البيزك، ده أسيدك وده بيزك. طب ده هتفرق معانا في إيه؟ علشان الامينو اسيد اللي هو يعتبر موجود في الانزيم يعرف يشتغل كويس، بيشتغل في النيوترال ميديا. نيوترال يعني لا هي اسيدك ولا هي بيزك، قريبه من النيوترال اللي هي ايه، معظم الانزيمز في جسمنا بتشتغل في بي اتش 7.4 اللي هي قريبه من نيوترال. النيوترال اصلا 7، هي 7.4 يعني ازيد حاجه بسيطه قريبه من نيوترال، تمام. زي ما قلنا من شويه في الماوث الاورال كافيتي في البق، خلاص بتبقى قريبه قوي من النيوترال. طب ايه كمان؟ الانزيم اللي بيشتغل في الانتستين اسمه تريبسين، ده بيشتغل في بي اتش برضو قريبه من البيزك شويه، من 7.5 ل 8. طب الانزيم الوحيد اللي بيشتغل في الاسيدك ميديوم هو الانزيم اللي بيخرج من الاستومك اللي بنسميه البيبسين انزيم، بيشتغل في اسيدك ميديوم اللي هو من كام لكام؟ من 1.5 ل 2.5. علشان كده نقدر نقول برضو الانزيمز ليها كمان اوبتيمم او اوبتيمال بي اتش. مثلا الترابسن، الترابسن انزيم، خلاص الاوبتيمال بي اتش بتاعته كام؟ نقول مثلا 7.4 من الجراف ده. والبيبسين انزيم الاوبتيمم بي اتش بتاعته كام؟ هنقول مثلا 2، خلاص. ده عنده أعلى إنزيم أكتيفيتي عند 2 pH، والترابسن أحسن pH بيشتغل فيها اللي هي 7.4، دي اللي بيبقى عندها الماكسيمم إنزيم أكتيفيتي. طيب تعال نشوف الإفكت بتاع substrate concentration على الإنزيم أكتيفيتي. substrate concentration قلنا اللي هو تركيز الأكل اللي احنا عايزين نكسره. طول ما في إنزيم يمسك مع substrate يبقى الرياكشن هتزيد. أول ما كمية السبستريت اللي هي السبستريت كونسنتريشن يزيد عن كمية الإنزيمز، فمش هيلاقي إنزيم يمسك فيه، سبستريت بقى أكتر والإنزيم عدده ثابت، الكونسنتريشن بتاعه ثابت، فبالتالي هنلاقي الرياكشن بقت كونستنت، عاملة زي بلاتو هوريزونتال كده، خلاص لا هتزيد ولا هتقل، هتفضل كونستنت. نفس الحكاية مع الإنزيم كونسنتريشن، طول ما أنا عمالة أنا أزود الإنزيم كونسنتريشن بس هو لاقي سبستريت يمسك فيه أكل يكسره يعني، طول ما الرياكشن هتزيد. أول ما كمية الإنزيمز تزيد عن كمية السبستريت، فبالتالي في إنزيمز زيادة مش لاقيين سبستريت يمسكوا فيه، فالرياكشن خلاص هتثبت على كده، مش هتزيد ولا تقل، هتعمل نفس الحكاية الكونستنت أو البلاتو اللي احنا بنقول عليه ده.
اخر فاكتور بيأثر على الانزيم اكتيفيتي هو الانهيبيتورز، وجود الانهيبيتورز. الانهيبيتورز بتمنع الاكشن بتاع الانزيم، فبالتالي وجودها هيوقف الكيميكال رياكشن. اصلا الانهيبيتور وجوده هيوقف الكيميكال رياكشن لان هو هيوقف الانزيم اكتيفيتي اصلا.